هذا المساء أجمل بموعد لقاكم، نسهر معه بإحساس وحنا معاكم، ومدام هذا الليل أنتم نجومة، يسعد مساء السهرة ويسعد مساكم. مساء جديد اجمعنا معكم، وأسبوع آخر نحلق في فضاءاته، نحاول أن نقتنص من هذه الغيمات أجمل المعاني وأجمل الفقرات التي نحاول في هذا المساء أن تنهمر عليكم معانيها وجمالها وجزالتها من خلال ما نقدم لكم من ضيوف وأيضا من فقرات. اليوم أيضا الحلقة راح تكون بشكل ثاني مميزة فاخرة زاخرة، من خلال ضيفي راح يكون على المنصة الشاعر أحمد سيار. واليوم أحمد سيار يمكن أنا أول مرة، يمكن حسب علمي أنه أول مرة يكون ضيف حتى هو، يعني عارف، فبالتالي هذا مكسب لي أنا شخصيا ولبرنامج يسعد مساكم. وأيضا راح نحاول أن نخرج لكم بعض المحطات المهمة في حياة أحمد سيار. لكن في البداية في صورة شعرية وحالة شعر يجب أن نتوقف عندها، حصلت على مدى 3 سنين. 3 سنين كان هذا الحوار وكانت هذه الحالة للجميل فهد دوحان. ما ابتعدت كثير ولم أخطأ عندما قلت فهد دوحان، لكن الشاعر هو فهد عافت. هنا إبداع وهناك إبداع، وهنا روعة وهنا تاريخ وهنا فخامة في الحالتين. لذا البداية راح تكون مع فهد عافت. يقول: هنا نجلس أحسن، هنا نجلس أحسن، أو هنا، هنا نجلس أحسن أو هنا، وين ما تبغين. أنا أحب هذا الركن، أنا أحب هذا الركن، لكن على أي حال هنا أحسن. هنا نجلس أحسن أو هنا، وين ما تبغين. أنا أحب هذا الركن، لكن على أي حال هنا أحسن. ارمي معطف الفرو للتخمين، وفي تعرفين أن أنا أحب هذا الشال. علامك ساكتة، ليه ما تحكيني؟ تبي نبتدي؟ حاضر بمرك، حاضر على أمرك براحة بال. على نفس هذه الطاولة من 3 سنين رمت بند بلتها الذهب وانكسر رجال. على نفس هذه الطاولة من 3 سنين رمت بند بلتها الذهب وانكسر رجال. تمسك بها حاول لين بلا لين، كان يحاول كفة الأشكال. وشدت يديها وارتفع صوتها، وبعدين أنا لازم أمشي وانت يكفيك لعب عيال. وشدت يديها وارتفع صوتها، وبعدين أنا لازم أمشي وانت يكفيك لعب عيال. على حر من قلب انهدم حاول المسكين، على قلب من مهل الندم بعد التختال. هنا مات حب ويبس قلب وتملت عين الملح، واندفنت حكاية فرح ومال. وجيتي تبين الرجع اللي مضى هالحين، وجيتي تبين الرجع اللي مضى هالحين. أنا من 3 سنين بطلت لعب عيال. فهد عافت. أعيد ماضينا، بس إني خايف ودادك ما عاد يذكرنا، ولا سرت في عيوني دمعة تنادينا. بس إني خايف ودادك ما عاد يذكرنا، ولا سارت في عيونك دمعة تنادينا. هو أنت ناسينا
يشهد علينا الله ما أجملك يا أبو خالد، الله يسعد هالصوت وتطلع أبو خالد. حديث الذكريات وحديث الأحلام الجميلة اللي كانت معاه أيامنا، الله يطول عمره ويبارك فيه أبو خالد. تشرفت الأسبوع الماضي أنه تم تكليفي أو طلب بأني أقدم دورة فن الإلقاء ومهارة فن الإلقاء في رابط الأدباء مجمع الشعر، وشكرا للسيد والشاعر الجميل سالم رميضي على هذه الثقة. فإليكم مقتطفات من هذه الورش اللي تمت في رابط الأدباء، نشوفها معكم. كيف يجب أن تكون خطيب جيد، وكيف تكون مفوه، وكيف تجذب، وكيف تسحر اللي قدامك سحر محبوب، وكيف تكون مؤثر أنت. فن الإلقاء هو مهم جدا للإنسان، يعني ما في أحد ولد وهو خطيب، وما في أحد ولد وهو متمكن وهو متسيد المنابر، ما في أحد، لأن هذه المهنة يعني تأتي من خلال الاحتكاك والقراءة والتمرين، فبالتالي سهل. يعني ما في إنسان وصل، الشخصيات اللي شفناها هذه بالساحة موجودة أو في الإعلام أو في السوشيال ميديا ما وصلوا من فراغ، يعني اكتساب، بدأ منها اكتساب، إذن سهل، مو صعب العملية. يعني كثير يعتقدون أيضا أنها مرتبطة في إنه صوتي يكون حلو، إنه صوتي يكون جهوري، إنه يكون صوتي، مو مقياس، برضه مو مقياس، لأنه الأساس في هذا الموضوع هي عملية التواصل بينك وبين الطرف الآخر. هنا سيجلس أحمد سيار على هذه المنصة بعد قليل، وكانت هذه هي يعني إطلالة سريعة على دورة فن ومهارة الإلقاء كيف يجب أن تكون. نسأل الله التوفيق فيها، ونسأل الله أن نكون وفقنا أيضا بما قدمناه. في شخصيات كثيرة مرت في حياتنا تحتاج بأن نقف عندها للأثر الكبير في دور الشعر والمفهوم الراقي للموروث الكويتي والشعر، فحرصنا على تواجدهم. كاسيت شعر الراحل مرشد البذال. الشاعر مرشد البذال رحمه الله هو الشاعر مرشد سعد البذال الرشيدي، ولد في عام 1908، يعتبر من أبرز شعراء الأدب الشعبي في منطقة الخليج. تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة كتاتيب لدى الملا زكريا الأنصاري، وكانت الدراسة في ذلك الوقت مقتصرة على القرآن الكريم واللغة العربية وشيء من الحساب. بعدها عمل موظفا حكوميا في دائرة الأمن العام أول ما أنشئت عام 1948. طرق البذال في شعره مجالات الحكمة والغزل والمناسبات المختلفة، وشارك أيضا في شعر المحاورة، يلقب بشاعر الجيلين لأنه عايش فترتين مختلفتين من الشعر الشعبي في الخليج. تمكن البذال خلال حياته أن يقدم مجموعة أكثر من روعة من الأشعار والقصائد لمفرده أو مع أطيب الشعراء العرب، فقد برع في شعر المحاورة وله الكثير من المساجلات الشعرية المشهورة، عصر العديد من الشعراء المعروفين مثل صقر نصافي وسليمان بن شريم، وله مساجلات شعرية مشهورة مع الشاعر الأمير محمد بن أحمد السديري والشاعر زبن بن عمير العتيبي وغيرهما. برع البذال وامتاز بالمطولات من القصائد التي كانت الإطالة فيها لخدمة المعنى،
وعالج بشعره مختلف شؤون الحياة، مجسداً بذلك دور الشاعر في خدمة مجتمعه من خلال التعبير عن أمال وآلام وتطلعات الشعب. وكانت له نظرته الخاصة النافذة وله فلسفته بالنقد الاجتماعي البناء، ووضع الحلول المناسبة للموضوع قيد المعالجة. كان البذال في مقدمة الشعراء القدماء وعصر الجيل الحديث وهو في المقدمة، وقد صدر له أكثر من ديوان، حيث بلغت مجموعة دواوينه الشعرية 6 دواوين ضمت من روائع الشعر النبطي الشيء الكثير، ولا يستطيع الباحث أن يحدد بالضبط اتجاها معينا. توفي الشاعر مرشد البذال رحمه الله في العام 1990، وكتكريم للشاعر الراحل أطلقت حكومة الكويت اسمه على إحدى مدارس الثانوية. رحم الله شاعرنا الجميل والفاخر، ومن خلف ما مات يعني هذا الرجل أمانة القامة الشعرية، والعون في خالد البذال هذا الشاعر الجميل الذي حمل هذا اللواء وتساير مع هذا العصر وطرح أسلوب الشعر بأسلوب جميل وراقي تدل على ثقافة ووعي كبير. الأسبوع الماضي كان يجلس هنا أيضا الشاعر سامي الأنصاري هذا الجميل أيضا في المنصة. سامي في نهاية اللقاء ألقى قصيدة وأشونا ختم يعني خنقت العبر لما ذكر طاري أبوه الله يرحمه، وأنا كذلك يعني ذكرت أبوه الله يرحمه، وتقريبا لو ما ختم كان شفتونا شلون عندنا عشمية. فاليوم هذه القصيدة أمانة صار عليها أكثر مشاهدة وأكثر عليها طلب من خلال اللي شفناه في الريتويت وأيضا مشاهدات في اليوتيوب. ارتئينا بأن نعمل لها مونتاج خاص يعني يتناغم مع هذه الكلمات. نشوف القصيدة مع مونتاج خاص في قناة ATV. مهما سنين العمر تعدي تتم في بالك، يعني مثلا وانت صغير لما يقعدونك الباص تفهمني بسرعة صوت الباص يا سلام، لما تكون بآخر كرسي ويكلمونك ما تسمعهم ويتم فيك الباص يدور يتم يدور، صوت الناظر بالطابور، صوت الحصة، صوت الإزعاج اللي بصفي قبل الفرصة، جرس الهدة، صوت أمي وهي تناديني تعال اتغدى. الله. وأنا رد لا يما صايب، وأنا مو صايم كذاب بس أسوي روحي صايب. صوت الملعب لما الشارع كان الشارع وكان الملعب، باب السكة لما تسكه شوي شوي وتطلع تلعب، صوت الكرة لما تطامر وسط الساحة بعز الحر وإحنا نلعب، يا سلام. صوت مشاري وهو ينادي العب باص، وتسوي نفسك ما تسمع وتشوت وما تلعب باص، وعقب اللعب نروح نريح ونشرب ماي، وكل واحد ريله مشقوقه مو كنا نلعب حفاي، ومشاري للحين معصب يا اخي قلت لك العب باص. صوت المقصي لما نلعب ويطير الموق، ومناصر وهي تنادينا وتعطينا خبز عروق، صوت الفيديو لما يعلق وتقوم الطقه من فوق، خالتي قماشه اهداف جاسم والافلام، صوت الكنديشن المزعج، لا والله صوته مو مزعج كنا ننام كنا عاد صوت المغرب لما يأذن وانت نايم وتقوم بسرعة تتفطر، كانت السفرة على الأرض وكل إخواني ملتمين. صوت المغرب لما يأذن وانت صايم وتقوم بسرعة تتفطر، كانت السفرة على الأرض وكل إخواني ملتمين، وفجأة جرس البيت يطق وابوي صارخ منو هذا اللي جاينا الحين، اخر شيء تطلع ام احمد مسويه حقنا تشريف، في اصوات تمر في بالك حتى لو احبابك غابوا اصواتهم لا يمكن تغيب. الله 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 يا سامي، جميل جميل وفاخر وراقي في هذه القصيدة، أوجعت قلوبنا والله يا سامي فيها، صح الله لسانك.
الآن فقرة المنصة لنستقبل أحمد سيار، ولكن بعد هذا الفاصل.